نرحب فيك بضيفة، نرحب بضيفتنا صانعة المحتوى الإماراتية سمية سالم، حياك الله ويانا، نورتينا. ليش اخترتي المحتوى إنه يكون خاص للسينما؟ أول شيء شوفي، أنا يمكن تضحكين لو قلت لك دخلت بالغلط، اخترت ترى كل صانعة محتوى تقول بالغلط نفس الشيء. ميثا قالت هني قالت نفس الشيء. شوفي والله دخلت بالغلط، يعني أول شيء أنا بديت في صناعة المحتوى لكن بالبلوجات، كنت أصور بلوجات يومياتي شو أسوي كذي. بعدين أنا تابعت هذا، عجبني مسلسل كان أصور فيديو عنه، فجأة أشوف المقطع يعني حصل إقبال كبير. وين كان على أي كنتي نشرتين على إنستغرام؟ لا على تيك توك. تيك توك. أول بداية. حصل إقبال كبير وكملت في الموضوع. يعني هي عكس الباجين، بدأت من تيك توك، الناس يبدون منصات ثانية عقب يصيرون. لا أنا كنت في منصة قبلها بعد، وكان عندي حساب متوثق هناك. على منصة تويتش ألعب وأتكلم قدام الكاميرا كذي. إنزين سمية، يعني البعض وخصوصاً الفتيات يكون عندهم رهاب من الكاميرا ومواجهة الجمهور، خصوصاً إذا بيكون محتوى خلنا نقول تخصصي، فأنت ما واجهتي هذا الشيء في البدايات؟ إن الخوف من الكاميرا؟ ها، وإن تنشرينه بعدين يكون في تعليقات من الناس، أحياناً ما تكون كلها تعليقات مناسبة أو إيجابية. أول شيء قبل لا أدخل السوشيال ميديا، أنا أصلاً إنسانة اجتماعية، أحب أسولف ويا الناس، أتكلم مع هذا، حتى في المدرسة قبل أطلع في الإذاعة أسولف، فيعني أول ما بديت ما كنت خايفة أبداً، يمكن خفت شوية من التعليقات السلبية، بس مع فيديو ثاني كذي تعودت خلاص. هو لازم التعليقات السلبية. الكل يخاف من التعليقات السلبية. توها كانت فاتحة بس وهذا، فكان في نوع من التعليقات، بس الأكثر إيجابية يعني تعليقات سلبية. تعليقات إيجابية. لا أنا شال التعليقات السلبية الحمد لله ما في وايد. إنزين شو تذكرين أول فيديو كان لك؟ أول فيديو كان لي نفس ما قلت لك، أنا بديت في الفلوجات أول شيء. شو كان أول فيديو إذا تذكرينه؟ خلنا نتكلم عن فيديو الأفلام. السينما صح؟ إيه اللي هو أول مرة أحط الكاميرا قدامي وأتكلم. هذه كانت مصيبة شوية. شو يعني كانت تعليقات أهلك وربعك والمحيطين اللي حولك؟ شو ردت فعلهم؟ أنا أبداً ما توقعت إن يوم من الأيام بوصل هاي الأرقام. ولا يعني الحين أمي أكبر داعمة حقي حالياً. الله يحفظك. أتركز في التعليقات أكثر من ما أنا أركز فيها. لازم تحبك. تخلينها لازم المرشدة عيلة تكون عندك. مرات ترسل لي التعليق تقولي شوفي إيش كاتبين. هي تابعنا. نوجه لها تحية. نوجه لها تحية. حياك الله خالتي. الليل سمية خبرينا أكثر عن المحتوى اللي تقدمينه. الحين في عدد كبير جدا من صناع المحتوى العرب ينزلون أشياء عن السينما وعن الأفلام وعن التمثيل وغيرها. شو اللي يميز سمية سالم؟ سميه لنا. هم صناع المحتوى في الأفلام وايد، خصوصا في الوطن العربي، بس يعني أنا أختصر يعني أروح أشوف فيلم بعدين أختصر الفيلم كامل، مثلا قصته شو الإيجابيات شو السلبيات كلهم في أقل من دقيقة بدون حرق، بدون ما أحرق عليهم، ويا التقييم يعني مثلا شو اللي بيعيبكم شو ما بيعيبكم شو بتشوفون شو ما بتشوفون. صراحة نحن نحتاج مثل هالنصايح، لأن وايد أفلام ندخل نشوف الفيلم آخر شيء نشوفك نشوفك من البوستر وشكله وكل شيء أوكي، آخر شيء النهاية تكون سخيفة تندمين دشيتي الفيلم. في الأغلب يحكمون على التريلر ولا المقطع الإعلاني، بس في بعض الأفلام يعني يحطوا لك التريلر يحطوا لك بس المقطع البسيط هو الأكشن، أما الباقي عقب تنصدمون من الفيلم. إذا مثل ما شفنا بعد بالفيديوهات اللي أنتي عرضتيها أنك أنتي تعطين رأيك وتنتقدين الأشخاص والأفلام، فهل أنتي تعطينهم صدق النصايح اللي بناء على خبرتك أنتي يعني؟ أول شيء من يوم أنا صغيرة كنت أحب أتابع التلفزيون، أحب أروح السينما، فدايم حتى قبل لا أدخل صناعة المحتوى ربعي يقولوا لي سمية شوفي فيلم جديد نازل، يعني أعطيهم نصايح عن الفيلم، ولا مثلا رايحين الفيلم رايحين السينما في نص الفيلم أقولهم لا ما عجبني هالشيء، لا ليش سووا كذي المفروض يسوون. يعني بناء على خبرتك أنت ما تاخذين رأي أي حد ثاني؟ لا لا لا، أكثر شيء أن أنا أتابع وأقول رأي، مرات في نص الفيلم أكتب حتى في النوتس. حلو. يعني عشان ما تنسى تكتبين أخطاء، أهم شيء أخطاء الأفلام بعد. إنزين سمية، يعني الحين اللي يكون صانع محتوى مختص غير اللي يكون صانع محتوى عام، اللي يكون صانع محتوى مختص نفس الشيء مثلا في الأفلام وفي المسلسلات لازم يكون عنده خلينا نقول إلمام بهذا المجال، أنت ما شاء الله عندك هذه الملكة، لكن ما كان هذا مجال تخصصك، فكيف طورتيها وكان عندك هذا الشغف خلينا نقول إنه يكون عندك فعلا يعني أدوات تقيمين فيها الأفلام بشكل تخصصي؟ يعني نفس ما قلت والشغف، أنا من يوم أنا صغيرة وأحب موضوع الأفلام، أعشق الأفلام،
خصوصا كل ما ينزل فيلم جديد اروح اشوفه. ولما بديت يعني قمت اتحمس اكثر اني اروح اتابع فيلم ثاني وثالث، ينزل هذا الفيلم اروح اشوفه والثاني ينزل اروح اشوفه. فويا الوقت قام اتطور وانا اتكلم يعني، ولا اتطور في الموضوع في النقد يعني. مثلا زين انت الحين ما شاء الله يعني صرتي مقيمه افلام صح؟ تعطي النصايح على الافلام. اذا صادفتك يعني انت المحتوى مالك بس كلنا على الافلام، ما تتكلمين مثلا عن اي مواضيع ثانيه مثلا؟ لا انا مسويه او اي شيء ثاني مسويه مثلا. يوم يكون فيلم، يوم مسلسل، يوم انوع كذي يعني، احب حلو. انوع في تنويع حلو. زين سمية الحين ما شاء الله قربتي على 500 الف متابع في تيك توك خلال كم 6 شهور هي تقريبا قبل رمضان بدأت. عدد قصير ما شاء الله عليها، في وقت قصير توصلين مليون ان شاء الله. كنت ان شاء الله نهايه السنه ان شاء الله. يعني قلت لها سوت احتفاليه بهالمناسبه والحين ما شاء الله بعد في انستغرام قاربتي على 70 ألف تقريبا، وبعد تشاركين يومياتك في السناب شات. بين هاي الوسائل كلها كيف تقسمين الوقت، وكيف اصلا يكون الطاقه عند صانع المحتوى انه يكون متواجد في كل وسيله بطريقه مختلفه عن الوسيله الثانيه؟ فعلا غيرني أنا متفرغة حالياً يعني، ما عندي دراسة ما عندي شغل، معتمدة كل وقتي عطتنا لصناعة المحتوى. خلاص أنا أقوم من الصبح أكتب أصور كذي، معاملتنا كأنه دوام. بس يعني لو نقول إنستغرام وتيك توك، هذا بس اللي علي، أحط الكاميرا قدامي، أشغل مايك، أصور، أكتب السكريبت وأمنتج وكذي. كم يأخذ منك الفيديو الواحد؟ قطعتك يعني إذا بصور تقريبا يأخذ التصوير حق الفيديو يأخذ مني نص ساعة 20 دقيقة كذي. ما شاء الله سريعة. بس يعني المونتاج هو اللي ياخذ هذا مع الممارسه. انت وصلتي هالوقت، احس قبل كنتي تاخذين وقت اطول. صح وايد قبل كنت وايد اخربط يعني، اصور كل ساعه عيد او قاعد كنت احط لهم خلف الكواليس حتى من كثر ما اخربط الكلمه عيدها يمكن فوق ال50 مرة. هذا شيء طيب ان الناس تشوفون الجانب الاخر بحيث انه يتشجعون. بعض الناس يقول لك انا بغلط مره مرتين ثلاثه وبغلط في المرات فخلاص ما بسوي هاي الشيء. فيوم تشوف حد اوريدي محقق نجاح في هالمجال وينشر الجانب الثاني للصعوبات اللي تواجه اكيد بيتحفز اكثر. وبخصوص سناب شات انا بس اللي علي ارفع الكاميرا واسولف معاهم بكل عفويه، فما ياخذ مني وايد وقت. واذا مثلا كانت عندي صعوبه شوي في المقطع اشاورهم اخذ رايهم وكذي يعني. دخلتي بعد في اليوتيوب ولا لا؟ حطيتي مقاطع ما تبين؟ اصدمت، كنت جامعه هاي كلهم زين في وقت واحد، بس يوتيوب شوي ضغط لان السكريبت يكون طويل وكذي. يعني دخلت في يوتيوب بس يعني تي فتره قصيره، انزل بين فتره وفتره. حلو. انزين هل ممكن سمية انت تطورين المحتوى مالك وحاطه في بالك انك انت بعد تطلعين عن موضوع السوشيال ميديا وتدخلين مثلا في عالم التقديم او تقدمين برنامج مثلا تعطين نصائح على التلفزيون او على التلفزيون ويكون فكرته بعد عن السينما وشي، حاطه في بالك انك تتطورين؟ حاليا انا ما افكر في التلفزيون ابدا، لان حاليا انا عندي حريه الراي في تيك توك ولا في انستغرام، اقول رايي عن الفيلم ولا المسلسل اخذ راحتي يعني. بس اذا كنت في برنامج تلفزيوني بكون متقيده ببعض الاراء يعني، ولا مثلا اذا جاك عرض مثلا وبنعطيك الحريه بتوافقين ولا لا؟ لا حاليا احس لا. واذا تمثلين؟ التمثيل يمكن هي التمثيل من يوم كنت في المدرسة أحب. ما تبغى تقدم تبغى تمثل. ليش؟ بس يمكن الإخراج أفضل يعني أفضل من التمثيل. يعني كلها في البوتقة الفنية خلينا. زين سمية شو آخر اسم لفيلم أو مسلسل شفتيه ولفت نظرك بس على شرط إن ما تكلمتي عنه بعد في السوشيال ميديا؟ ما تكلمت عنه في السوشيال ميديا. سمي لنا. خليني أشوفه اليوم مسلسل وفيلم، انصحيني. شوفي أنا بنصح فيلم نازل اليوم. رعب إن شاء الله بينزل. هي رعب. ما تحبين الرعب؟ شوفي انا احب الرعب بس ما احب الرعب اللي يكون خيالي وايد، حلو انه يكون شويه واقعي وفي اثاره عشان تخافين صدق في البيت. خيالي لا ما احبه. لو خيالي ما بتخافين. بس يعني الاسبوع اللي طاف انا شفت فيلم بلاك ادم، ويعني كنت اترياه يمكن من سنه وابدا ما خاب ظني، جدا استمتعت في الفيلم خصوصا انه قدم لنا الاكشن. شو اسمه؟ بلاك ادم. اللي تكلم هذا شفنا المقطع حقه اول شيء ثاني. بس اللي بينزل اليوم ان شاء الله باكر ان شاء الله بتشوفه اسمه بريف فور ذا دبل.
إنزين شو قصته؟ رعب، فيلم رعب. إلى الآن ما شفت عشان ما أحرق على نفسي. أوكي بعدك ما شفتي. هي هي لا أنا باش تعطيني عن فيلم شفتي غير بلاك آدم أو مسلسل تنصحين المتابعين إنه يشوفون. آخر فيلم شفته هو بلاك آدم. بلاك آدم. ما تبى تحرق المحتوى لأن لو تكلمت عنه الحين ما بتسوي فيديو. حلو بلاك آدم شوفه. إذا صنعت المحتوى الإماراتية في السينما والجيمينج سمية سالم، كل الشكر لك على وجودك اليوم ويانا. شكرا لك. نورتينا سمية. شكرا.